الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وصحبه تسليما طيبا كريما. نحن نقف لنقول الكلمة الأخيرة بعد المناقشة الثرية التي تقدم لها جميع الأساتذة حول أطروحة اليوم. يوم 20 من شهر أبريل سنة 2020، ناقشت علناً الطالبة هناء داود المولودة بتاريخ 13/10/1900 بوادي الزناتي جالمة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه الـMD في اللغة والأدب، الشعبة دراسات أدبية، التخصص أدب جزائري، تحت عنوان تداخل الأجناس والفنون في الرواية الجزائرية المعاصرة، قراءة في نماذج مختارة، أمام لجنة مكونة من ميلو كيدوم أستاذ التعليم العالي جامعة 8 مايو 45 جالمة رئيسا، عبد الغني خشة أستاذ محاضر ألف جامعة 8 مايو 45 سامية. بعد جيب الزيت والسكر ولا صوتي لا بس مقررا نادية موات أستاذ محاضر ألف، لكن عندك ذوق جيبي مش مشكلة تحسب السكر جامعة 8 مايو 45 عفوا نادية موات شو كنت فيك غلطوا لك فيها أنت جامعة باجي مختار لا حول ولا قوة على كل سيعادي معكم علي طرش أستاذ محاضر جامعة 8 مايو 45 أستاذ وليد بوحيلة أستاذ تعليم عالي جامعة 20 مايو 55 ممتحنا سكيدا علاوة كوسا أستاذ محاضر أدب في المركز الجامعي بأريكا ممتحنا. بعد مناقشة العلنية والمداولات السرية تقترح اللجنة على السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منح المترشح شهادة الدكتوراه لامدال وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 98-254 بتقدير مشرف جدا. مبروك عليك هنا.